جدا متابعة للرياضة وكتير يعني متابعة لكل الأحداث اللي بتصير رياضية أول بأول. العكس اليوم ضم صوتي لصوتكم من هذا المنبر قدام كل الإعلام المغربي كأول فنانة عربية بدعم وبقوة إنه المغرب يحصل على كأس العالم 2026 تنظيميا تستاهلوا عندكم كل المؤهلات ما شاء الله. يعني كثير من لاعبين المغاربة صاروا محترفين هذا أقل شيء بحق المغرب الجميل استاهلوا. قالتها كأول فنانة عربية من هالمنبر ضم صوتي لصوتكم وإن شاء الله بإذن الله رح تاخدوها إن شاء الله.